هم انصحك تشوفي فيلم همام في امستردام واحمد السي. شفته اعرف تفرجته اعرف. نحبك ونموت فيك والله. انتوا على راسي سووا لي متابعه وكبسوا وشيروا. سووا لي متابعه تكفون يلي موجودين بالبث وتابعوني. كل واحد منكم يسوي لي متابعه بالنهايه. يعني انتوا مو خسرانين تسووا لي متابعه صح؟ شايفين بالله هذه عشبه الحين يقولوا عنها ورد. شوفي هذا عشبه ملكة جمال أمستردام على راسي والله. شايفين هذه كلها عشب حقت الورود. انت طيوبة وحبوبة أصيل الله يسعدك. شايفين والله الجو قاعد يمطر والعالم موجودة ضد المطر. حنا صايرين ضد الموية. ايفون برو 15 ماكس خلاص قلبنا اصليين. ما نهتم لا بالمطر ولا بالعاصفه ولا بشيء. سووا لي متابعه تكفون يسعدكم ربي. سووا لي متابعه عشان اتحمس على قولتهم. شوفوا بذمتكم شوفوا الورد قد ايش جميله وشوفوا نبتتها اللي الواحد بيزرع قد ايش خبيحه. استغفر الله العظيم. اساس هذه يا ناس سووا لي متابعه وكبسوا وشيروا وشكرا لكل من قاعد يكبس ويشير. يعطيكم العافيه. هل الورد طبيعي؟ طبيعي 100%. يعني مرة طبيعية. يعني فيك تزرعها. الواحد ياخذ البيوت الهولندية تيجي أغلبها عندها حديقة خلفي الواحد يزرع فيها ورود. وفيك تاخذ ورود لسه ما تفتحت تروح تحطها بمي عندك بالبيت وتفتح عادي. وين هذا المكان؟ هذا أمستردام. هذا المكان أمستردام. الهولنديين طيبين ولا بتوع مشاكل؟ لا الهولنديين مرة طيبين. مرة ناس طيبين وذوق وما يحبوا المشاكل. حتى لما يجي الواحد يعني يتخاصم معاهم و لما احد يعني مثلا انه يتمشكل معهم ما يتمشكلوا هم. يعني هم شعب مسالم جدا جدا. حتى لو انت عندك مشاكل مستحيل يسووا معك مشاكل. حتى لو انت تبغى مشاكل هم ما عندهم مشاكل. يعني يحاولوا يتفادوا كثر ما يقدروا. يضحكوا في وجهك وانت قاعد زعلان. يعني انت قاعد تتخاصم وهم يضحكوا في وجهك عادي. في اي منطقة في أمستردام عندهم مطاعم عربية كثير. مطاعم عربية موجودة مليانة. شايفين الجمال والله سبحان الله. الجوال ترى على فكرة الكاميرا كلها مبللة وفوقها تصور. جوالي صار ضد انه يعني رغم المصاعب والحياة يقول ضد المصاعب يقول يعني أنا بصور. يا دولة هذه أمستردام هولندا.
الأسعار شلونها في أمستردام؟ زيها زي غيرها، زيها زي المدن العادية، ما في شيء غالي، نفس الأسعار. شو اسم الجوال؟ اسم جوالي آيفون 15 برو ماكس. يا دولة هولندا أمستردام، عارفة ميدان الدام سكوير؟ أيوة عارفة، كذا بعد ربع ساعة بروح عندها، بس اليوم قلت أوريكم على السوق الورود. هذه الواحد يأخذ الورود من هنا. هذا جنبك مسجد؟ لا هذه كنيسة، هذه مو مسجد، هذه كنيسة. كيف المطعم اليمني؟ يجنن والله المطعم اليمني. طبعا اللي بدنهاخ أكلاته يجنن. كم الوقت يمكم؟ أعتقد الساعة واحدة، وشوفوا الساعة قدامكم. اليمامة، شكرا شكرا على القلب. عراس اليمامة من وين البث؟ من أمستردام، من أمستردام. لا وجود للمتسولين، لا لا ما في، ما مو موجودة. في ناس مو متسولين يتعاطون مخدرات، الدولة تعبت منهم قد ما ساعدتهم وخلتهم خلاص يكونوا بالشارع، فخلاص يعني دولاك تلاقيهم بيتسولوا عشان يلاقوا منك اليورو، واليورو وين بيروحوا يحششوا ولا مخدرات ولا كوكايين ولا أي شيء يستخدمونه. هل في مساجد؟ في مساجد، بس هذه كنيسة. اللي قدامك كنيسة مو مسجد، اللي قدامك كنيسة مو مسجد. الشمس امتى تطلع عندنا؟ والله الشمس تطلع نادرا، يعني مرات تطلع. ممكن اليوم شايف المطر هذه كلها، فجأة تلاقي فجأة تلاقي الشمس طلعت عادي يعني. ورينا المساجد احسن. تمام. طبعا الحين في المنطقة اللي انا موجودة فيه ما في مساجد، والمقصد انه مو اني انا اوريكم كنيسة، بس انه وقفت استراحة محارب، وقفت استراحة محارب اني عشان المطر الكثير. كبسوا وشيروا وسووا لي متابعة تكفون. شكرا يا اليمامة على القلب، على راسي والله. اليمامة اسم على مسمى والله. أعطيكم العافية، شكرا لكل من قاعد يكبس، شكرا لكل من قاعد يشير، وشكرا لكل من قاعد يتابعني على راسي. أنتوا ناس من جد من جد أفتخر فيكم والله، يسعدكم ربي. متابعيني أحلى متابعين. شوفوا شوفوا المترو هذا كيف شكله، وردي أزرق أخضر ملون. هذه أمستردام كل شوية تشوف لك شيء. السفيرة مشتاقة للشمس، أبشرك مو مشتاقة للشمس والله، والله مو مشتاقة للشمس. خلاص أنا جاية من السعودية، أوكي أنا مليت شيء اسمه شمس، أحب الأجواء هذه. الشمس ما أحبها والله، الأيام اللي تطلع من الشمس كذا، رغم إن الشمس مو حارة هنا بس أمل منها كثير، أمل منها. المحلات اللي وريتكم ليش؟ ضباب، في ضباب، ايه في ضباب، صح كلامك. شايفين السماء؟ ضباب. كبسوا وشيروا سووا لي متابعة، شكرا لكم، شكرا لكل من قاعد يكبس، من جد شكرا لكم، يعطيكم العافية. يعني يكفي اني بس افتح البث ألاقي العالم تكبس وتشير وتتابعني، على راسي والله. أنتوا أنتوا أحلى متابعين، من جد من جد من جد أنا مرة مبسوطة منكم والله. ويعطيني اليمامة، شكرا يا اليمامة، يعطيك العافية الورود. فلما تشوفون أنه أنا أستمر بالشيء اللي قاعد أقدمه مو من راسي، من المتابعين. لما أشوف المتابعين عاجبهم اللي أنا قاعد أسوي لعيونهم، أنا أطلع لش اسمه وقت مطر
وقت شمس ووقت كل شيء. كل عام وانتم بخير فهد، الله يسعدك على الورود. شكرا يا فهد، يعطيك العافيه يا فهد. اهديكم الورد هذه لعيونكم متابعيني. شكرا لكل من قاعد يكبس، شكرا لكل من قاعد يدعمني يا ماما. شكرا لك صالح شبيب، شكرا لك.